Le 11 septembre 2001, à 8h46, un avion de ligne percute l'une des deux tours jumelles du World Trade Center en plein cœur de New York. La panique s'empare aussitôt de la ville qui a les yeux rivés sur l'immense gratte-ciel en flammes. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Alors que l'événement est déjà retransmis en direct dans le monde entier, un deuxième avion s'écrase dans la tour sud. Vers 10h, les deux tours s'écroulent, l'une après l'autre, dans un gigantesque nuage de poussière. Le quartier, enseveli sous la cendre et les débris, est évacué, tandis que les rescapés sortent des décombres, hébétés. Des milliers de téléspectateurs abasourdis découvrent les images apocalyptiques qui arrivent de Manhattan. La première puissance mondiale est attaquée. Ces images nous parviennent, vous allez les découvrir avec nous. Un troisième avion se serait écrasé sur le Pentagone. Le nombre d'avions qui ont été détournés a l'air d'augmenter, malheureusement. Oui, alors hélas, on vient d'apprendre qu'un Boeing 747 assurant la liaison Chicago-New York s'est écrasé en Pennsylvanie. Le bilan de ce quadruple attentat est sans précédent. Au total, près de 3000 personnes perdent la vie et plus de 6000 sont blessées. 72 heures après les attentats, le FBI identifie les 19 pirates de l'air qui ont pris le contrôle des avions. Tous appartiennent au réseau djihadiste Al-Qaïda. Créée en 1988 par le milliardaire saoudien Oussama Ben Laden, l'organisation terroriste Al-Qaïda veut imposer une vision intégriste de l'islam par la terreur. الزول في اللون مساء الخير عليكم مرحبا بكم كما قلت لكم قبيل نرجعوا على الذكريات هذه المؤلمه نتاع 11 سبتمبر 2001 غوبيان سور لي زاتونطا باسكو اليوم سي لانيفرسير تاع ليفينمون هذا يعني وين صراو مجازر في امريكا وين جماعه القاعده على كل حال داعش اليوم نجمو نقولهم داعش نجمو نقولهم نسميهم اي اسم هما ليسونسيال سي سون دي كريمينال ناس ارهابيين داروا تقريبا 3000 مور والاف نتاع لي بليسي هذه كانت في في 11 سبتمبر 2001 يقول لي الانسان وحنا بارابور لينا حنا الجزائر علاش واش دخلنا حنا في هذا المشكل اللي صرا لهم هما إبا أنا نقول لكم بلي هذا المشكل هذا يعنينا حنا الجزائريين علاش يعنينا الجزائريين باسكو حنا عانينا الأولين من الإرهابيين الجيري أسوفر ها دو لافر دي 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 تيروريزم إسلاميست حنا عانينا منه وفي الوقت كنت أنا أبلي أو سكور ها بيرسون ني فينو أنوتر سكور بيرسون دون لو موند ني فينو أنوتر سكور عمرو ما واحد قال الجزائريين راهم في حرب مع الارهابيين الذباحين نتاع الفيس ونتاع الجيه ونتاع لاياس ونتاع منا او كونتخيغ او كونتخيغ ولاو يغلطوهم هذوك الاسلاميين هذوك يقول لهم حنا خاتين حنا رانا تاع الدين وخاتين وهما راكم تشوفوا كي ربحنا الانتخابات نحاولنا الانتخابات حنا ربحناهم باش نديروا الدوله نتاعنا الاجراميه الدوله الاسلاميه عيطوا لها هما ما خلوناش ونقلبوا علينا جنرالات ومن هنا غلطوا الناس غلطوا الناس هما نعرفوا الناس كل بلي الجزائر في 1988 الرئيس الشادلي بعد ما صرا مشاكل نتاع البطاله وبعد ما خرجوا الناس للشارع كما صرات لنا الخطره هذه في هذا اللي يعيطوا لها هما يعيطوا لها الحراك الشادلي الوقت هذاك الشادلي بن جديد قال لهم استناو تشوفوا دوك نديروا التعدديه كيما دوك رايحين يديروا لونغلي في اكزومبل لونغلي في البريمير وهذا كل هف هذا كل هف يعني ماشي يعني حاجه يعني داروا التعدديه باش الجزائر تروح للديمقراطيه وتولي ياك ساعه الكلام الشعب هو اللي يمشي والشعب ناضج ويعرفوا من يختار لا ما كانش هذه ماهيش ما كانش منها خلاص خلاص كيما دروك لونغلي هذه اللي داروها زعما راح يديروا الانجليزيه في الابتدائي شغل بيكزومبل صاي هذا وين لقاو العفسه ها
باش تولي الجزائر لاباس عليها وباش نوليو كل قاريين وباش الاولاد الكل يكونوا قاريين وهي راهي ما كاينش منها خلاص خلاص خاطرش تقرا بالعربيه ولا تقرا بالشينويه ولا بالانجليزيه ولا تقرا منها توصل المعلومه برك كيف كيف توصل المعلومه توصل المعلومه هكا داروا مع الفرنسيه الفرنسيه واحد كانت الناس لاباس عليهم يقراو ويخدموا بالفرنسيه الصبحو قال لك الله اكبر حبس واش كاين قال لك نديروا اللغه العربيه واللغه العربيه واللغه العربيه ولغه القران ولغه اجدادنا ولغه النبي ولغه ما نعرف واش هذا كذب في الكذب ما هي لا لغه اجدادنا ما هي لا لغه القران ما هي لا هذا كل كذب في الكذب خرج يقول لي واحد ونزل القران بالعربيه لو كان صح كان نزل القران بالعربيه راهو كتاب نسخة نزلت من عند الإله بالعربية وتهبط عندنا أكسا نشوفوا باللي مكتوب بالعربية صح عليهم بهذه نكتبوها عرب أنا أقول لي ذوك أكتب لنا حاجة باش نكتبها نكتبها بالفرنسية ولا نكتبها بالأمازيغية خاطرش العربية ما نعرفهاش لو كنت تروح لواحد فرنسي أن فرنسي تقول له اكتب لي إيفري باش راح يكتبوا يكتبوا بالفرنسي تروح لواحد أونجلي تقول له اكتب لي يكتب لك بالأونجلي الوحي نزل على الرسول واش يكون الرسول الرسول عربي وكي يقول للناس ها واش هاني واش الوحي نزل عليا ها واش كاين ها واش كاين على حسبه هو الاخرين اللي يكتبوا شناوه ولا طلاين ولا لو كان جاوا طلاين كانوا يكتبوا بالطليانيه ما نسميوها القران تا اللغه الطليانيه هي لغه القران ما كاينش منها دونك هذه كلها فافرات بون داروا هكذا ومن بعد كيف 88 جات التعدديه داروا من اللي كان فرد حزب نتاع جبهة التحرير الوطني عادوا 100,000 حزب في الجزائر 100,000 حزب غير اللي يجيب ربعه من الناس ويدير الحزب هذو جماعة الإسلاميين هذو من بكري هما ينشطوا ما ينشطوا لتحت لتحت ما موش ظاهر ممنوع عليهم بومدين حاربهم الناس كل حاربوهم خاطرش هذو يستغلوا الدين لأغراض سياسية وهو القانون يمنعوا نروحوا باكزومبل اليوم للدستور المادة 42 من الدستور تقول يمنع منعا باتا إنشاء أحزاب تحت غطاء إسلامي لغوي أو جهوي أنا ما أنا شاوي ما نقدرش نروح ندير حزب الشاوية قبايلي ما يقدرش يدير حزب القبايل عربي ما يجيش يقول أنا حزب العرب خاطرش هذه سي دو سيكتاريزم ما تصلحش ولا قال أنا فرنكوفوني قال أيا حزب نتاع الفرنكوفونيين ولا أخو يدير لي حزب نتاع العرب المعربوفون وكل واحد يدير نو قال لك هذو ممنوعين حتى الدين لو كان هكاك ما لا حتى المسيحيين يديروا دين حتى هما يديروا حزب المسيحيين وهذه ممنوع كانوا ناس في السلطه بالعاني راحوا خلاو هذا الناس هذو نتاع الفيس كيحطوا لاكريديتاسيون تاعهم قبلوا لهم نتاعهم ولاو كيما قال واحد ينشطوا نورمالمون ينشطوا الناس هذو ينشطوا بعد السياسه ما تنشطليش الدين يا اخي هو ما عندوش بروغرام ما عندوش باش ينشط منا راح دورها دين قال الله وقال الرسول وصبحت الناس ملي كنا نصليو ترونكيل ولينا خرجونا واحد الصلاه جديده وخرجونا واحد الاعتكاف وخرجونا واحد تقول جو تقول هذاك ونهبط كيف اسمه عليهم هذا الدين الجديد هذا هو لوك عنده الاف السنوات لا علينا كي هذو نتاع الفيس هذو فوت عليهم الشعب هو نورمالمون كانت الدوله كانت الحكومه ولا كانت الناس اللي كانوا يشرفوا على الانتخابات ومن هنا كانوا يحبسوهم قال حبس يا سي محمد قال انت نورمالمون راك ما عندكش حق تشارك خلاص خلاص وحتى لا فلان ولا فاس وهذوك الناس اللي خسروا كانوا ما يستعرفوش بالنتائج قال حبس يا سي محمد هذا النتائج هذو ما نتاع الفيس احنا ما نستعرفوش بهم ونهزوا الماده 42 ونديو نتاع الدستور ونديوها للرئيس المحكمه قال هاك تشوف ها هو اخويا ما عندهمش حق الناس هو يكنسوهم والدوزيام اللي خرج دوزيام هو اللي يربح واللي خرج تروازيام هو اللي يربح والاخر يصرا اكسكلو شغل باكزومبل واحد يدير مقابله رياضيه وتلعب انت واحد مسيسبوندي ولا يلعبوا في 12 ولا يلعبوا في 13 دونك هذه هي راح يخسروا المقابله كيما الفيس نورمالمون خسر المقابله لا هما خلاهم يدوا البلديات والبلديات صرا وزعوا سكنات الاسلاميين كل وزعوا سرقوا داروا ما نهبوا ما من بعد زادوا داروا نفس العفسه باش في البرلمان كيف البرلمان خرجوا ربحوا وعطاوهم وهو كش ما عندهم بروغرام يفوطيو عليه ما كان حتى بروغرام الناس ربحوا مبروك عليكم اسيدي ربحتوا يعطيكم الصحه روحوا ديروا
حكومه ها بيان سور راح تكون رئيس الحكومه من عندكم انتوما من عند الاسلاميين هذو ها وكيما قال واحد والبورتفاي كامل من عندكم غير كلكو بورتفاي اللي ما عندهم حتى اهميه تعطيهم لفلان ومن ونشطوا اذا في العهد في هذيك الموندا هذاك نتاعكم خدمتوا مليح الشعب راح يجي ينتخب عليكم واذا ما خدمتوش راح نديروا انتخابات ويجيو اخرين وهي مشاريع تعدديه هما قال لك لا لا كيفاش قال لك لازمنا تعطيونا واش نعطيوهم قال لك تعطيونا المفاتيح نتاع واش المفاتيح تعطيونا المفاتيح نتاع الدوله لا ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك اي بوبولار ها باش نديروها دوله اجراميه وهذا ما عندها ما كانتش في الحسبان لو كان كنا نهار الاول بعد رحنا باش نديروا اسكو تحبوا دوله اجراميه ولا تحبوا دوله بوليسيه ولا تحبوا دوله علمانيه ولا هذه وي وربحتوا وي هذه صح مي حنا رانا رحنا باش نبدلوا الحكومه ما رحناش نبدلوا الدوله الدوله هاي هنا تبقى هي هي والحكومات يتبدلوا قالك لا قالك حنا الدوله هذه ما عادش نستعرفوا بها وهذه اخر اول واخر انتخابات دونك ولو كي راح تخش بعضها هذو السياسيين زبلوها إيه شكون اللي يقدر يمنع الحاله هو الامن الرئيس حط لي استقاله نتاعو والامن ادخل كما قال واحد ومنعنا الجزائر باش ما توليش افغانستان هذا يشرط نرجعوا باش نروحوا الاحداث هذه نتاع 11 سبتمبر وعلاش لصقوها مع الجزائر خطراش هالاحداث هذه نتاع 11 سبتمبر بعد 11 سبتمبر واش كاين بعد 11 سبتمبر لي امريكا واللوطون والغرب كامل واش داروا راحوا بومبارديو افغانستان يخيك ولا لا دونك كانوا باش يبومبارديو الجزائر علاش كانوا باش يبومبارديو الجزائر واحد يقول لي علاش كانوا باش نعم كانوا باش يضربونا احنا ورب العالمين ما بغاش يكشف الحال علينا ضربوا افغانستان ها نقول لكم على واش خاطرش 11 سبتمبر كان قبلوا راح يكون 11 سبتمبر واحد اخر قبل 11 سبتمبر تاع نتاع الامريكان كيفاش 24 ديسمبر 74 اذا ما خاتنيش جات الذاكره 24 ديسمبر 74 واش صرا او قبل 2001 او قبل ارهابيين نتاع الفيس ونتاع الجيا وهذو الاياس يختفوا طياره فرنسيه من مطار واري بومدين بمشاركه بعض المسؤولين نتاع الجزائر من بينهم واحد كوميسار دو بوليس وشرطه اللي مدوا لي بادج وخدموا معاهم باش قدروا الارهابيين يدخلوا على هذاك الاربيس نتاع فرنسا نتاع اير فرانس حكموا النوطاج الناس اللي ثم اللي في في, في الطياره وقتلوا ثلاثه ولا اربعه وحبوا باش يروحوا وين جا يروحوا باش يكرازيو الطياره باش يهبطوا الطياره تضرب كيف اسمه لا توريفل علاش باش تضرب لا توريفل باسكو 24 ديسمبر على بالكم باللي لا في نتاع نوال والغاشي يكون ثم ويكون في الشونزيليزي ويكون في كيف اسمه في باري في لا توريفل يكون غاشي حلوف ديما هك ديما غاشي حلوف دونك لو كان الطياره هذيك طارت وهبطت على لا توريفل ولا هبطوها في واش يقولوا كيما داروا دركا كانوا يقتلوا الالاف وهذاك الوقت هذاك واش صرا قبل ما قبل هنا كي ربحوا تاع الفيس واش صرا وين كان ارهابي في العالم كامل جا الجزائر من بينهم كيف اسمه هذا نتاع تونس الغنوشي والاف تاع الارهابيين اللي جاوا للجزائر وقعدوا مع الفيس في الجزائر جاوا من السعوديه جاوا من الكويت جاوا وين كان ارهابي كل جا بقى واحد برك مازال ما جاش شكون هو هو اسامه بن لادن وين كان الوقت هذاك كان في السودان وكانوا يستناو فيه باش يدخل العاصمه الجزائر كي دخل الجيش
دار بالالغاء والغاء تاع الانتخابات قال لهم ما نجيش خاف، واخرين هربوا كيما الغنوشي هرب راح خاطر بداو يهزوا في نتاع الفيش وبداو يهزوا في الاسلاميين كل هربوا، الغنوشي هرب راح للانجليز هذا كيف اسمه بن لادن كان باش يجي للجزائر ولا دور راح هو كان في السودان باش يدخل الجزائر ولا راح لافغانستان. دونك الطياره نتاعنا حنا اللي الطياره نتاع فرنسا اللي باش يديوها يسقطوها على الشونزيليزي ولا يسقطوها على منا الجزائر لي سيفي سيكوريتي تاع الجزائر مع لي سيفي سيكوريتي تاع فرنسا تفاهموا فرنسا كانت هي اللي راح تجي تدخل على الطياره باش تمنع الطياره، ما حبوش الجزائريين قالوا لهم نو قالوا ندخلوا حنا ولا ما كانش حنا في الجزائر حنا عندنا السياده نتاعنا ما نقبلوش تجيو تدخلوا عندنا حنا. فرنسا قالوا لهم حنحملوكم المسؤوليه لو كانت تدخلوا ويقع فيها ناس يموتوا بزاف راه نحملوكم المسؤوليه. قال لهم كيفاه نديروا؟ قال لهم خليوا الطياره تطلع خليوها تطلع وحنا نتحملوا مسؤوليتنا. خلوا الطياره تطلع تفاهموا لي سيفي سيكوريتي مع نتاع الجزائر الطياره طلعت ونتاع لي بيلوت اللي نتاع الطياره قالوا الارهابيين الذباحين هذوك قالوا لهم وين نروحوا؟ قال لهم باري. وهما داو التعليمات من عند الامنيين تاع فرنسا قال لهم ما تروحوش لباري قول لهم باللي راهي كي كانت الطياره تمشي كي كانت سور بلاس او كلينا بزاف كيف اسمه الكاروزان وما توصلناش لباري لازمنا نزيدو نعبيو الكاروزان في مارسي ومن ثم نروحوا لباري. الارهابيين قبلوا قال لك نروحوا لمارسي ومن ثم نكملوا نديروا ساعه لخش محبوش كون عينهم يفجروها في مارسي نفجروها في مارسي. قال لك لا حبوا يديوها لا تور ايفيل باش يقتلوا الاف ولا حبوا يفلقوها في الشونزيليزي باش يقتلوا الالاف وعلى هذاك سروا باش يديروا الكاروزان ويعاودوا يطلعوا. كي وصلوا لمارسي داروا واحد راح يديروا الكاروزان وبداوا يهضروا معاهم يا ولدي لعله كيما قال واحد نهضروا نديروا ما حبوش الارهابيين ما حبوش عطاو لهم الماكله عطاو لهم من هنا عطاو لهم من هنا قالوا لهم لو كان ما تخليوناش نطلعوا رانا نفجروا الطياره رانا نفجروا الطياره. وهما كي كانوا يديروا لي نيغوسياسيون معاهم بداو يديروا نتاع لاطاك نتاعهم باش لو جي جي ان يدخل ويمنع الناس. وهذيك هي كيما كان الحال دخل لو جي جي ان تاعهم وقتل هذوك الارهابيين هذوك. واحد من الارهابيين شاف نتاع الارهابيين باش تعرفوا الناس هذاك غسيل المخ راهو ما يستعرف لا باباه لا مو لا والو لو كان جابوا له مو كان يقتلها. واحد شاف نتاع الارهابيين كي كانت الطياره في الجزائر جابوا له مو جابوا له مو ومو قدمت عنده الطياره بلا ميغافون وقالت له يا ولدي على وجه ربي راني مهمتك اهبط اهبط ما توصلش الناس للخطر وراه بربي ان شاء الله ما يصير لك والو راني مع الامنيين وراني مع الدوله راه ما يصير لك والو ان شاء الله اهبط برك. قال لها شوفي يما انت صح ما نحبك بصح نحب ربي خير منك هيا روحي ما نهبطش باش تشوفوا كيفاش. دونك ايماجينون كو الطياره راحت وفجروها تفجرت وطاحت في كيف اسمه ها وطاحت في شونزيليزي وماتوا الناس كامل. هذه راح الجزائر هي اللي تولي تضرب في بلاصه افغانستان. ولو كان نجح الفيس واسامه بن لادن كان عندنا احنا ها وصرات الضربه نتاع 11 سبتمبر هذيك كانت الجزائر هي اللي راح تبومباردا في بلاصه افغانستان. جاب رب العالمين الزوج طياره اللي ما تفلقتش والحمد لله الجي سافي سيكوريتي تاع فرنسا قتلوا الذباحين الارهابيين هذوك ها والثاني الامن نتاع الجزائر اللي دخل وما خلاش الفيس يحكم البلاد. واسامه بن لادن اللي كان راح يجي يقعد مع الظواهري والجماعه نتاعو في الجزائر وكانت تكون العمليه هذه اللي كانوا يبريباريو فيها نتاع 11 سبتمبر كانت الجزائر هي اللي كانت باش يهجموا علينا الامريكان ويصفيو هذا بن لادن وجماعته. وعلى كل حال اخي شفتوا قداش باش يصفيو بن لادن يا اخي شفتوا قداش كاين موتى وقداش كاين مجاريح في افغانستان وروح 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 وروح. دونك هذه هي الذكرى المؤلمه ومن ثم عادوا الناس يستعرفوا بالجزائر وعادوا على بالهم ولو فهموا
باللي اللي يقتل في الجزائر هما الذباحين الاسلاميين نتاع الفيس ونتاع الجيه ونتاع الاياس ونتاع الجي اس بي سي وروح وروح. ويجيني واحد يقول لي علاه تقول الفيس وهذو خاتين نتاع الفيس انت راهم نتاع الجيه ونتاع. نقول له انا سامحني سامحني يا اخي هيا نرجعوا للاستوار نرجعوا كيف اسمه كيف صارت. اذا نلقى واحد نتاع الجيه ولا واحد نتاع الاياس ولا واحد نتاع الجي اس بي سي ولا واحد نتاع الفيدا لو كان واحد من الارهابيين هذو نروحوا نهزوهم واحد بواحد وما نلقاوش حتى وما نلقاهمش نتاع الفيس عندكم الحق راهم كاع نتاع الفيس كيما راه اللي دخل الجيه كان في الفيس واللي دخل الاياس كان في الفيس واللي دخل الفيدا كان في الفيس كاملين نتاع الفيس. ودركا لليوم يا اخي شفتوا واش راه وصرا واش راه وقع وحنا شفتوا واش رانا تقريب 200 الف قتيل في الجزائر. شكون اللي قتلهم هادو؟ شكون اللي قتلهم؟ اسكو قتلتهم فرنسا؟ اسكو قتلهم الامريكان؟ اسكو قتلهم اليهود؟ يجيني واحد يقول لك راهم العسكر ابون ابون والعسكر اللي ماتوا العسكر قتل العسكر ولا شكون اللي يقتل خوه ولا الشرطه تقتل في العسكر. دونك انتوما كذابين وانتوما سفهاء وانتوما الاسلاميين الذباحين انتوما اللي ذبحتوا 200 الف جزائري على جالت واش باسم الاسلام وباسم الدين وباسم الله. دونك الحمد لله رب العالمين الجزائر منعت. بصح يسالني واحد يقول لي يا هل ترى منعنا خلاص؟ نقول له لا لا ما منعناش خلاص رانا ولينا في الخاطر اكثر من التسعينات. علاش اكثر في التسعينات؟ باسكو التسعينات الشعب تاع الجزائر ما كانش شعب كما قال واحد افغاني ولا 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 داعشي ولا كانوا شعب نورمال عندك فيهم ناس صح اسلاميين وبصح 70% تاع الشعب الجزائري كان يشطح ويغني ويشرب ولا بس عليه. مي اليوم راهي 99% نساء ورجال كاملين راهم دواعش. وعلى هذا غدوه لو كان الله لا يقدر يطيح البوفوار هاد الذباحين هما اللي راح يحكموا الجزائر. يقول لي وحدك تقول كيما هكا باش تدافع على البوفوار نقول له لا لا انا لو كان لقيت الدوله البوليسيه تروح والدوله الارهابيه هذه الاسلاميه تروح وشكون يكون تكون دوله ديمقراطيه بالكلمه نتاعها اللي فيها التعدديه وفيها الشعب هو اللي كيما قال واحد يختار الحكام نتاعو. بصح هذه بعيده علينا ومازلنا ما نجيبوهاش ومازلنا ما تصرناش. الي نخليكم على خير من بعد نرجعوا باش نتكلموا على المشكله نتاع الزوج نساء اللي داهم هذا الرجل هذا باسكو كان فيها مستجدات نتكلموا عليها من بعد ان شاء الله. اتو تالر.